كريم دجلاوي من ساعة ما اتولد، والنهاردة رمى شنطته القديمة عشان ياخد شنطة هدية من محلات دجلاوي ومعاها الكوبون. الشنطة قلبت المدرسة، ومن ساعتها كريم ما بقاش طفل عادي. يوسف ما بطلش تفكير في الشنطة من ساعة ما شافها، كان نفسه في واحدة زيها، لحد ما قرر يسأل كريم. كريم قسم معاه الكوبون اللي خده مع الشنطة واللي هيديله خصم على اشتراك نادي وادي دجلة، وهياخد شنطة زيها. يوسف قال لخاله ويقول لمامته انه عايز يشترك في نادي وادي دجلة، بس بابا ما كانش موافق لحد ما عرف الخصم اللي يوسف جابه من كريم. يوسف بقى دجلاوي واستلم شنطته. اما كريم بقى بالنقط اللي كسبها من اشتراك يوسف هيجيب حاجات كتير من محلات دجلاوي. خليك دجلاوي، خليك كسبان.